السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد في قناة كيفية زراعة وتجذير النباتات في المنزل. إذا كنت تشوف هذا الفيديو لأول مرة أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. موضوعنا لهذا اليوم هو التخلص من النمل الذي يصيب تربة النباتات خاصة في الأصص. عندي هنا بعض النباتات أصيبت بالنمل، رح نكافحها بثلاث طرق طبيعية وآمنة على النباتات وفي نفس الوقت تقضي على هذه الحشرات. سبق وأن نزلنا أكثر من فيديو طريقة التخلص من النمل أيضا بطرق طبيعية وآمنة على النبات، موجودة ومثبتة على القناة. كما تلاحظون هذه كمية النمل عندي كثيرة جدا في هذه الأصص. الطريقة الأولى، راح ناخذ كمية من الدارسين أو القرفة بهذا الشكل ونرش على وجه التربة، على سطح التربة من الأعلى بهذه الطريقة. نغطي كل التربة بالقرفة. القرفة أيضا ممتازة كسماد للنباتات وتساعد على تسريع نمو النبات. وبعدها نخلطها مع التربة بهذا الشكل. ونترك النبات ما نروي لمدة يوم كامل، في اليوم التالي نروي النبتة. أما الطريقة الثانية، ناخذ سطل فيه ماء ونغطس النبتة داخل سطلة الماء لمدة تقريبا من 10 دقائق إلى 15 دقيقة بهذا الشكل. وبهذه الطريقة عند تغطيس السندانة أو الأصيص داخل سطلة الماء بهذه الطريقة رح نتخلص من النمل، خاصة إذا كان النبات مصاب بالنمل الكثير والنمل واصل إلى جذور النبات، فالفتحات اللي موجودة بين ثغرات التراب أو الأكسجين الموجود في الداخل رح يصعد على شكل فقاعات إلى الأعلى، وبهذه الطريقة رح نتخلص من أي هواء موجود داخل التربة وتطلع النملة أو النمل يطوف على سطح الماء. هذه الطريقة جدا آمنة على النبات. ممكن أنه تسألون بينكم بين نفسكم أنه ممكن هذه الطريقة تضر بالنبات؟ لا، ما تضر بالنبات، لا تخافون، لأن كل الماء الزائد رح ينزل من أسفل الأصيص بعد ما نعمل هذه الطريقة، وفي نفس الوقت يكون النمل قد طاف إلى الأعلى. لاحظ هنا فقاعات كيف تخرج من الأصيص، فما توجد أي فرصة للنمل للتنفس داخل التربة، رح يطوف على وجه الماء. ملاحظة صغيرة، عند غطس أي أصيص والتخلص من النمل ويكون النمل طاف إلى الأعلى، نغير الماء اللي موجود في السطل وأيضا نكرر نفس العملية للأصيص اللي بعده. بعد استخدامنا هذه الطريقة بإمكاننا أخذ صحن مملوء بالحصى ونضع فيه القليل من الخل، ثم نضع الأصيص أعلى الحصى. بهذه الطريقة النمل ما راح يتقرب عندنا على النبات مرة ثانية. بعد 3 أيام من غطسنا الأصيص أو السندانة في الماء، ألاحظ هنا النمل اختفى نهائيا من الأصيص. أرجو نشر الفيديوهات بين الأصدقاء لتعم الفائدة، هناك الكثير من يحتاج هذه الوصفة. أما الطريقة الثالثة، راح أستخدم هنا ملعقة صغيرة من الكمون، ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، بإمكانكم استخدام الفلفل الحار الشطة أيضا يصير، إني متوفر عندكم. نخلط المكونين مع بعض، بإمكاننا أن نضاعف الكمية حسب حجم الأصيص اللي موجود. يكون ملعقة كمون مع ملعقة فلفل أسود نفس الكمية، أيضا نرشها على سطح التربة بهذا الشكل. هذه أيضا طريقة جيدة ممتازة جدا للتخلص من النمل، وإن شاء الله أشوفكم النتيجة بعد ما نرش الفلفل الأسود والكمون على سطح التربة.
نشوف النمل بلش يتحرك بصورة سريعة بعد نثرنا الكمون مع الفلفل الأسود. لاحظ بلش يصعد أعلى الأصيص. شوف شلون النمل يطلع إلى الأعلى، طريقة جدا حلوة للتخلص من النمل. والمكونين الفلفل الأسود والكمون أشياء طبيعية آمنة على النبات. أنا بحس النمل داخ كله. إن شاء الله أشوفكم النتيجة بعد 3 أيام من استخدامنا هذه الطريقة. أيضا هنا عندي نبات الكنة أيضا مصاب بالنمل. راح أستخدم الطريقة الأخيرة وهي استخدامي فقط الفلفل الأسود من غير أي كمون، فقط الرشة على سطح التربة بهذا الشكل. ونتركه منسقي لليوم الثاني. بعد رشنا الفلفل نشوف النمل يهرب من السندانة أو الأصيص يصعد إلى الأعلى. بعد 3 أيام هنا تخلصت من النمل. بدنا نشوف أي نمل موجود في الأصيص. استخدامنا للكمون والفلفل الأسود، أيضا النمل عندي اختفى تماما. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من فيديو هذا اليوم، وأرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وعمل مشاركة ولايك ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.